تستمر التدريبات إذن للجيش الأوكراني في مختلف المناطق الأوكرانية، يتلقون تدريبات عسكرية بشكل مكثف في الآونة الأخيرة. أتينا هذا الصباح إلى ضواحي خاركيف، حيث من المفترض أن تبدأ مناورات عسكرية للجيش الأوكراني بعد حوالي الربع ساعة من الآن. عادة لا يسمح بدخول الصحفيين إلى هذه المناورات لأن ذلك يستغرق الكثير من الوقت لإعطائهم تصريحات صحفية بسبب التدقيقات الأمنية المشددة التي تجرى على الصحفيين الأجانب. إذن إضافة إلى هذه التدريبات العسكرية التي ستبدأ بعد قليل، هناك تدريبات مدنية أيضا للمدنيين على كيفية الدفاع عن أنفسهم، يتلقونها كل نهار سبت وأحد لتعليمهم وتدريبهم على كيفية الدفاع عن أنفسهم. يتلقون إضافة إلى دورات على كيفية حمل السلاح، دورات بالإسعافات الأولية. إذن يخرج الجنود الآن من هذا المقر ويتوجهون بعد قليل إلى ساحة أخرى حيث ستبدأ التدريبات.